مدبولي يتابع إجراءات الحجر الصحي على سائحين بالغردقة. متحف الغردقة يفتح أبوابه أمام السائحين. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العديسات بالأقصر. تقدير مصري لدور الكونغرس الأمريكي. الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الجريمة. قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن إجراءات الكشف الصحي بالمطارات والموانئ المصرية تتم بشكل احترافي. كما تابع رئيس الوزراء خلال جولته بمطار الغردقة إجراءات الحجر الصحي التي تمت مع السائحين القادمين إلى المدينة على متن إحدى الطائرات، كما وجه أيضا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في حال ظهور أي أعراض صحية تشابه المرض. متحف الغردقة كان الوجهة الثانية أمام رئيس الوزراء، حيث قام بافتتاح هذا المتحف الذي أقيم على مساحة 10,000 متر مربع، خصص منها 3,000 متر لمبنى المتحف. كما أجرى مدبولي حوارا مع عدد من السائحين، أشار خلاله إلى أن المتحف يحكي بصورة مختصرة ورائعة تاريخ مصر. كما وجه أيضا الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي تولى عملية التنفيذ. لزيادة الوعي الثقافي وترسيخ قيمة القراءة، افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم قصر ثقافة حاجر العديسات بمحافظة الأقصر. كما تفقدت الوزيرة، يرافقها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أحمد عواض، تفقدت القصر والقاعات الخاصة به والملحقة به أيضا. وتضم مكتبة الطفل بالقصر قرابة 2750 كتابا، بينما تضم المكتبة العامة بالقصر قرابة 10,000 كتاب. أعربت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن تقدير الحكومة المصرية لدور الكونغرس الأمريكي في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن. وخلال لقائها عددا من النواب بالكونغرس الأمريكي في واشنطن، أشارت المشاط إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري من إصلاحات مالية ونقدية. في إطار استراتيجيتها في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومكافحة الجريمة، شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت عدداً من البؤر الإجرامية، حيث أسفرت عن ضبط عشرات القضايا ومئات المتهمين والخارجين عن القانون، كما تم مداهمة عدد من البؤر التي تستهدف أمن المواطنين. تابعونا دوماً عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.